شايف زال مرواحهم بالسلام لمر شيخ على الكل نايف بيرق العز ناش الغمام من على الكوار هجن الخفايف كاسبي الظفر والمرام بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الأعزاء أيها الحفل الكريم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أسعد الله صباحكم بكل خير. هكذا متابعينا الأعزاء ينطلق هذا الشوط الأول الرئيسي، شوط خاص بالحقائق البكار، الإنتاج على الهواء مباشرة. ينطلق هذا الشوط في هذا الصباح الباكر في تمام الساعة السادسة من صباح هذا اليوم السادس من يناير، أو السادسة والنصف من السادس من يناير لعام 2022. ينطلق رئيسي الحقائق البكار، الإنتاج على بركة الله وحفظه. بسم الله وعلى بركة الله، بسم الله نبدأ وعليه نتوكل، ومنه سبحانه وتعالى نطلب التوفيق والسداد والنجاح. ورحب بالمشاهدين الأعزاء عبر قنوات التلفزة، عبر أيضا أرضية الميدان، مرحبا بالجميع. 23 بكرة حاضرة ومتواجدة في رئيسي الحقائق، الإنتاج والمقدمة مباشرة مع شواهين سالم بن محمد بن حران، يقدم شواهين على المركز الأول على صدارة الشوط. حصل دخول وتسلل من الوسط من عمق الميدان، بل من الجانب الآخر غاية تسللت. سالم بن محمد بن حمد النابت يقدم غاية على المركز الأول، وصلت الحذرة. سعيد بن محمد بن طفلة على المركز الثاني، بن حران شعارة مع المركز الثالث، الفائزة تصل مع المركز الرابع. حمد بن راشد بن شابل آل زبدان مع المركز الرابع، بينما المركز الخامس تصل وتتقدم رسالة خليفة بن محمد بن خليفة بن طوار الكواري. هذه النتيجة مشاهدين الأعزاء في شوط رئيسي في أجواء رياضية ممتازة، طقس بارد للغاية، ولكن أشواط ميدان التحدي أشواط نارية في هذا الصباح الباكر، في هذا الصباح الجامد من خلال درجة الحرارة، بينما الأشواط نارية. يا مضمرين مقدمة الشوط ومن تحتل المركز الأول، ناموس الإنتاج غير، ناموس الإنتاج غير. المقدمة مباشرة غاية، يا غاية، غايتها الفوز، غايتها ناموس، غايتها الانتصار في هذا الصباح في أول أشواطنا الصباحية الرئيسية. الأشواط المرتقبة، الأشواط المباشرة تسيطر غاية على الكادر الفوقاني على صدارة الشوط، مع سالم بن محمد بن حمد النابت يقدم غاية على المركز الأول على صدارة الشوط. ركز يا أبو محمد، ركز في التركيز، مطلوب يا مالك غاية. سالم بن محمد بن حمد النابت مع غاية على المركز الأول، نقترب من منتصف المسافة، ننتقل للمركز الثاني. وصلت في هذه اللحظات، وصلت الفائزة، تسللت الفائزة، ربما تنحدر من سلالة الفائز بن على المركز الثاني. هذه سلالة الفائز مع المركز الثاني، حمد بن راشد بن شابل المري يقدم بنت الفائز على المركز الثاني، بينما شواهين بن حران مع المركز الثالث، المركز الرابع. يا سلام، وصلت رسالة خليفة بن خليفة بن محمد بن خليفة العطية، المركز الخامس تصل وتتقدم فيه جمايل راشد بن محمد الدعية، والمركز السادس تصل في هذه اللحظات وتتقدم مصيحة عبيد بن بريك بن محمد بن بريك المري على المركز الخامس، تتسلل في هذه اللحظات. هذه النتيجة
مشاهدينا الاعزاء ايها الحفل الكريم، العوده الى مقدمه الشوط والى سلاله الفايز على المركز الاول في الشوط الرئيسي كيلو ونصف الكيلو، شواهين على المركز الثاني لسالم بن محمد بن حران، مصيحه على المركز الثالث لبريك بن محمد بن بريك مع المركز الثالث، بينما المركز الرابع ومن تصل فيه وتتقدم فخامه سالم بن عبد الله بن سعيد ال بخيت مع المركز الرابع خطفت المركز الثاني في هذه اللحظات. شوط ناري يا مخرجنا العزيز، شوط ناري، ولكن المركز الاول وين المركز الاول؟ عند النابت ما شفناها، ما شفناها والله يا ابو محمد. العوده الى مقدمه الشوط، الى سكرت السيارات وزحمه المتابعين اخواننا المتفرجين والمسايرين. الله، شوط رئيسي، العوده الى غايه، العوده الى غايه مع المركز الاول مع صداره الشوط. بالنابت طار، طار بها بالنابت، طار بالشوط الرئيسي، طار برئيسي الحقائق. الثمانمائة متر الأخيرة خلاص 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 خلاص، غاية يا غاية، والعصا قوس لم تتحرك عصاها أبدا 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 أبدا. العصا كانها تسلم على الغارب الأصيل، لا لا ما تحرك لين تصل إلى خط النزاع. هذه غاية تنتزع رئيسي الحقائق الإنتاج، وسلام يا غاية سلام. وصلت المعلومة عن غاية، النقطة الثانية في رصيدها، النقطة الثانية في هذا الموسم لغاية، تهانينا والناموس سلام يا بن يا سلام يا مالك غاية سلام. سالم بن محمد بن حمد النابت مع رئيسي الانتاج، مع رئيسي الانتاج في المحلي السابع في هذا العام الميلادي الجديد. الله سلام يا غاية سلام، سلام يا بن نابت سلام، سلام يا راعي غاية سلام. اشكرك على هذه المواصيل التي وصلت اليها غاية، والنقطة الثانية في رصيدها على التوالي. سلام يا غاية سلام، تهانينا تهانينا والناموس سالم بن محمد بن حمد النابت. غاية مع رئيسي الانتاج، غاية تنتزع الشوط الرئيسي انتزاعا. سلام يا ابو محمد سلام، تهانينا والناموس لمالك غاية سالم بن محمد بن حمد النابت على انتزاعها لرئيسي الحقائق المركز الثاني. وصلت فيه المركز الثاني فخامة سالم بن عبد الله آل بخيت، المركز الثالث، المركز الثالث اللي وصلت فيه الوجبة علي بن محمد بن علي آل نورة، المركز اللي كم؟ المركز القادم، المركز الرابع، المركز الرابع شواهين سالم بن محمد بن حران آل فهيدة، المركز الخامس، المركز الخامس اللي وصلت فيه مزنة وتعود ملكيتها لمحمد بن سالم بن مبارك بن جهويل. هذه الخمسة المراكز المتقدمة الأولى، وغاية تنتزع مشاهدينا الأعزاء رئيسي الحقائق الإنتاج في صباح هذا اليوم، ومهدية السلام ومهدية الناموس لمالكها ومحبين الشعار. 6 دقائق 10 ثواني 62 جزء من الثانية. سلام يا غاية سلام، أسعد الله صباحك يا سالم بن محمد بن حمد النابت، تهانينا لمالكها سالم بن محمد النابت. المركز الثاني اللي وصلت في المركز الثاني وصلت فخامة، قطعت المسافة في 6 دقائق 12 ثانية 60 جزء من الثانية، التهاني والناموس لسالم بن عبد الله البخيت، تهانينا يا ابو عبد الله. المركز الثالث اللي وصلت في المركز الثالث الوجبة، قطعت المسافة في 6 دقائق 15 ثانية 64 جزء من الثانية، تهانينا لمالك الوجبة علي بن محمد بن نورة المري، تهانينا أيضا لمحمد بن علي بن نورة، تهانينا والناموس لكل الفائزين. وهكذا مشاهدينا الأعزاء ينتهي الشوط الرئيسي.